السلام عليكم خمسي خمسي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. الناس اللي اول مرة كتشوف الفيديو اتمنى انها تنزل تحت برك على زر صابوني، ثم تفعل الجرس وما تنساوش لي لايك ديال الحلقة الى عجبتكم ديروا ليها لايك. وبالنسبة للناس اللي معجبتهم طبعا الحركة ما عجبتش الحلقة ديز لايك. اذا من خلال هذه الحلقة غادي نهضر على تصحيح ديال النص النظري اللي تحط ديال مسلك الادب، ومن هنا فالحمد لله توقعي كان صحيحا. اذا بالنسبه للناس اللي كانت كتشاهد الفيديوهات ديالي انا كنت كنحط على القناه، فاشتغلت واشتغلت بشكل مزيان في النص النظري. ايضا حتى الناس اللي ما كانت كتشاهدني وكانت كتوصل معها بطريقه مباشره ايضا نصحتها، وطبعا فكانت شاكره لي يعني في الميساجات اللي انا توصلت بها. اذا من خلال كما قلت لكم يعني هذه الحلقه غادي فقط غادي نشرح او غادي نصحح بشكل يعني شفهي، ماشي بشكل يعني تطبيقي وانما بشكل شفهي، لان حتى التصحيح حقيقه كل واحد كيفاش كتب واحد كيفاش يعني عبر، فقط يعني غادي نعطيكم النقاط المهمه والاساسيه اللي نتوما خصكم ما تكونوش غفلتوا عليها. وطبعا كيبقى الاسلوب ديالك انت، كل واحد اسلوبه وكل واحد طريقته في الكتابه. اذا اللي النص هو قدامي دابا، قال لكم اكتب موضوعا انشائيا وفق تصميم منهجي متكامل ومنسجم، وفق تصميم متكامل ومنهجي. اذا بالنسبه للناس اللي غتشوف هذا الفيديو يعني غتكون جاوبات على هاد النقاط اللي انا عطيتهم وما كتباتش بطريقه منسجم، فما كاينلاش انك تلومني وتقول لي لا استاذ كنتي غير كتخربق علينا ولا كنتي غير كتكذب علينا الى غير ذلك. فانت مطلوب الى بالاضافه الى هاد النقاط اللي غادي نعطيك دابا انك تكون جاوبتيهم يعني يكونوا صحاح، خاصك ضروري تكتب الانشاء ديالك منسجم ومتكامل. ها هو ما قالوا لك هنايا، تحلل فيه هذا النص النظري مسترشدا المكتسبات المعرفيه والمنهجيه واللغويه ومسترشدا بما ياتي. اذا اول سؤال، تاثير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي وصياغه فرضيه لقراءته اذا كما قلت لكم المقدمه، والمقدمه ضروري لها ايضا من الخصائص اذا ذكر السياق الثقافي والادبي اللي ظهر فيه الشعر الرومانسي، اللي هو سؤال الذات ثم تهبطوا مباشره تطرحوا يعني غتذكروا الرواد. طبعا ثلاثه المدارس اللي نتوما كما كتعرفوا في سؤال الذات، وتذكروا الرواد ديالها و يعني عفوا ليس بالرواد وانما النقاد. اسمي انا كنصحح، انما تذكروا النقاد لانك انت في النص في النص يعني نظري. طبعا حتى الا ذكرتوا المدارس وذكرتوا يعني بعض النقاد اللي بانوا في هذه المدارس فلا باس في ذلك. ثم مباشره غتطرحوا الاسئله الاشكاليه، والاسئله الاشكاليه غتجيبوها انطلاقا من هذه الاسئله اللي عندكم انتم هنايا، اللي عطاكم في النص النظري ديالكم. ثم من بعد الاسئله الاشكاليه مباشره تهبطوا الملاحظه البصريه ديال القصيده، اذا القصيده هي عباره عن نص متريم يعني في مجموعه من الفقرات. ثم ايضا غديروا الملاحظه البصريه للعنوان، والعنوان كفاجا يعني واضح وباين، غديروا تحليل دلاليا وتركيبيا. ثم غطرحوا الفرضيه، حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش الملاحظه البصريه يعني النص والبدايه النص والنهايه ديالو، ثم يعني وهذا وطرحوا الفرضيه يعني بطريقه مباشره فلا باس بذلك، فماشي مشكل. وانما بالنسبه يعني الناس اللي طرحوا المسائل كلها الملاحظه البصريه الى ذلك وطرحوا الاشكاليه طرحوا الفرضيه عفوا، فكتكون يعني النقاط كتكون يعني النقطه ديالهم كامله مكموله. ثم سؤال موالي، اخوان انا نعطيكم كما قلت لكم غير العوارض بحال كنجاوب انا على الاسئله، لكن نطلب منكم انكم نتوما تكتبوا داكشي منسجم. تحديد القضيه الادبيه التي يطرحها النص وعرض اهم العناصر المكونه لها. اذا القضيه اللي كيعالجها النص وهو يعني الخصائص والسمات التي تم تجديدها على مستوى القضيه على القصيده عفوا القصيده الرومانسيه. اذا من ناحيه المضمون، ثم من ناحيه البناء الموسيقي، ثم من ناحيه اللغه. اذا هذا فيما يخص يعني القضيه الادبيه التي يعالجها النص. اما القضايا يعني عفوا كما جاكم هنايا القضيه التي تحضر النص والعرض اهم العناصر، فكاين فيكم اللي غيقسم هذا النص الى خمسه الفقرات. الفقره الاولى كيهضر فيها الناقد عن مقارنة بين سؤال الذات وإحياء النموذج، إذا فما كاينش مشكل أن اللي يخرج يعني يكتب شي صيغة أخرى من غير الصيغة، فما كاينش مشكل، لكن ذكر لهاد المسائل هادو. ثم الفقرة الثانية غيهضر لنا فيها الناقد على مضمون القصيدة
أصبح إذ أصبح يركز الشاعر فيه عن ذاته. إذن هذه القصيدة هذه الفقرة هذه ثانية كنهضرنا على هذه القضية اللي طرحت لكم دابا. أما الفقرة الثالثة فتحدث عن الحديث عن البنية الموسيقية للقصيدة. إذن كيفاش كصبحت البنية الموسيقية للقصيدة؟ يعني القصيدة الرومانسية أتحدث عن الرومانسية. ثم الفقرة الرابعة وهي كيف أصبحت اللغة في الشعر الرومانسي. إذن كيف أصبحت اللغة في الشعر الرومانسي؟ إذن الفقرة الرابعة كنهضرنا على هذا الشيء. ثم الفقرة الأخيرة وهي الخامسة كيعطينا فيها خلاصة عامة. اذا من خلال يعني هاد يعني هاد الخمسه الفقرات غتكون جاوبتي على العناصر المكونه ديال يعني هاد القضيه الاساسيه. طبعا نتوما تربطوا داكشي مع القضيه التي يعالجها الناقد فهي كذا كذا، اما العناصر المكونه لا فهي كذا كذا كذا، فهمتي داكشي نتوما تربطوهم يعني منسجم. ثم السؤال الثالث هو ابراز مظاهر التجديد في الشكل الفني للقصيده الرومانسيه كما وردت في النص. اذا الى رجعتوا قريتوا النص فغتلقاو يعني شنو هما المظاهر التجديد. اذا الى لاحظتوا كنتوا ذكيين معايا لاحظوا معايا الاسئله شنو قالوا لنا ابراز مظاهر التجديد. اذا القضيه راه فيها التجديد، نوع من التجديد على المستوى المضمون، على المستوى البناء، على المستوى اللغه. اذا تجديد في الشكل الفني للقصيده الرومانسيه كما وردت في النص. اذا غيكون على مستوى المضمون، كيفاش اصبح على مستوى المضمون، وهذا المستوى المضمون غتلقاه في الفقره الثانيه. ثم على المستوى ايضا يعني البناء الموسيقي، البناء الموسيقي غتلقاه في الفقره الثالثه. ثم ايضا على المستوى اللغه تلقاها في الفقره الرابعه. اذا غتخرجوا نتوما كما وردت في النص، ما كاينش حاجه كتجيبها من راسك انت ولا كتلخص، كما وردت في النص كتمشي كدير انت كوبي كولي فقط، يعني شي دخيله باش كتدخل لهذه المسائل وكدير لها كوبي كولي وكتحطها. عندنا السؤال ثلاثة، كما قلت لكم دائما كنت كنشرح، راه الناس اللي كنت متبعني حقيقة في البداية، راه كما قلت لكم السؤال ثلاثة دائما كيتعطانا من النص، دائما. ثم السؤال الرابع، بيان الطريقة المعتمدة في بناء النص ورصد الأساليب المضافة في عرض القضية المطروحة التي يطرحها. إذا كاين اللي غيدير لي الاستنباط، وكاين اللي غيقول بأنه يعني بدأ من العام، إذا مهدينا كيفاش يعني البناء القصيدة الرومانسية، ثم عطانا الخصائص أو المميزات اللي تم التجديد فيها على مستوى الموسيقى، على مستوى اللغة، على مستوى يعني المضمون. وكاين اللي يقول لي قد استعمل طريقة تقليدية عصرية كلاسيكية وهي مقدمة وعرض الخاتمة. وكاين اللي يجي يقول لي وخير دليل على ذلك هو من اللي يجي لنا هنا الناقد الآخر يعني ديال النص اللي كنعطيكم، ويقول لنا ومن هنا اذا ومن هنا وبعد ان شملت عمليات. اذا فهنا عباره عن يعني عباره عن خلاصه، اذا كتبقى مسائل صحيحه، إذن فهي يعني عباره عن مقدمه عرض وخاتمه. اما الاساليب المعتمده فهي يعني اساليب عده ضمنها والتفسير. اذا كما قلت لكم كتجبد مثلا كتقول اسلوب تفسير وكتعطي فاش عطى هذا اسلوب التفسير، ويعني كاين العديد يعني من اسلوب التفسير يعني ضمنها النص هو قدامي مثلا اي ان الشاعر اصبح شاعرا، فكيف فسر لنا هذا اسلوب التفسير. ثم البرهانه والاستنتاج ومن هنا نستنتج لنا ومن هنا يعني كخلاصه ومن هنا، فهو اسلوب يعني البرهانه والاستنتاج. ثم لغه تقريريه، اي لغه واضحه ومباشره لا تحتاج الى يعني معجم الى غير ذلك. ثم استعمل ايضا اسلوب المقارنه حيث قارن ما بين هي النموذج وما بين سؤال الذات. ثم ايضا استعمل التوكيد كما استعمل ايضا يعني اسلوب يعني الروابط، استعمل واحد المجموعه من الروابط وقد واو الى غير ذلك لقد، واحد المجموعه من الروابط قد استعملها بالاضافه الى التقسيم، قسم النص الى فقرات فقرة اذا خمس فقرات الى غير ذلك، فهي كلها اساليب يعني اعتمدها الناقد في بناء النص. اذا كلها اساليب يعني مستعملة في بناء النص. اما يعني في الختام فكانوا طرحوا سؤال على الشكل التالي، صياغة خلاصة تركيبية لنتائج تحليل. اذا كما قلت لكم الخلاصة الاخوان، فالخلاصة ما كتنقلش خلاصة وكتكتب من عندكم نتوما يا وايضا يعني عليها اربعة ديال النقاط. نعم، اذا شنو نطلب منكم انكم ديروا واحد الخلاصة
إذا الناقد فهو نص طبعا نص نظري اعتمد فيه كما قلت لكم يعني مجموعة من الأساليب، أيضا مجموعة يعني من الطريقة المعتمدة في بناء النص إلى غير يعني ذلك، فهي كتبقى ضمن يعني النص النظري. بالإضافة أيضا لذلك غتأكدوا من صحة الفرضية، لأنكم في البداية طرحتوا الفرضية وغتأكدوا واش فعلا الفرضية صحيحة ولا غير صحيحة، واش فعلا يعني هذا الناقد هذا استجاب لهذا يعني هذا النقد هذا وفعلا انتقد لنا الشعر الرومانسي إلى غير ذلك. ثم أيضا نطلب منكم عطاكم واحد القولة هنايا وقالوا لكم أنكم يعني تعطي الرأي ديالك الشخصي فيها، فقط يعني هذه القولة مأخوذة من النص اللي انتم عطاوكم، فقط يعني كتوسع فيها وكتعطي الراي ديالك انت الشخصي، فقط يعني كتبقى اسلوبك الخاص نتايا، فما فيهش شي حاجه صحيحه ولا خاطئه، يعني كتبقى فقط تحليل. المصحح كيبغي يشوف واش فعلا انت متمكن يعني من التحليل او لا، يعني داكشي كله انك نقلتيه ويعني الى غير ذلك، ثم كتعطي الراي ديالك الشخصي. اما هذا فيما يكون يعني فيما يخص يعني النص يعني النص النصوص القرائية، وأيضا يعني عطاوكم المؤلفات اللي عليها 6 ديال النقاط، عطاوكم واحد المقطع من اللص والكلاب، وهذا المقطع هذا كاين دارج ضمن الفصل 11 من رواية اللص والكلاب، فصل 11 من رواية الفصل من رواية اللص والكلاب. إذا قالوا لكم في الوضع المؤلف في سياقه العام، إذا وضع المؤلف في سياقه العام، إذا التعريف ديال المؤلف والتعريف ديال المؤلف، ثم تحديد الموقع ثم تطرحوا الاسئله الاشكاليه، اذا الاسئله الاشكاليه طبعا كتجيبوها انطلاقا من هنايا عندكم، ثم وضع المؤلف في سياقه كما قلت لكم يعني العام، ثم تحديد موقع المقطع ضمن المسار العام لاحداث الروايه. اذا بالنسبه كاين جوج طرق، يا اما تقول لي الفصل هو الفصل 11 يعني وتهضر عليه، او انك غتقول لنا فيه مثلا هذا الحدث كيندرج ما بين جوج الاحداث، تقول الحدث اللي قبل ثم الحدث اللي بعد، اذا فهي جوج طرق كتبقى يعني طرق صحيحه بالنسبه لك. ثم ابراز دور الاختفاء باعتباره قوه فاعله في نمو احداث الروايه وتطورها، اذا شنو هو دور الاختفاء؟ اذا الاختفاء اختفى لسعيد مهران في بيت الشيخ الجنيدي، ثم ايضا اختفى في بيت نور، اذا شنو هو الدور ديال هذا الاختفاء هذا في تطور الاحداث؟ اذا شنو هو الدور ديالو؟ طبعا له دور يعني في نمو وتطور الاحداث، اذا اختفى من بعد ما اختفى بقوا كيقلبوا عليه، الامن كانت يعني تقامت عليه ضجه الى غير ذلك من البحوثات الى غير ذلك، يعني حتى يعني من المخبرين بداو كيتابعوه وكيترقبوه فين مشى فين ما مشاش الى غير ذلك، فهذا له دور في تطور الاحداث. فقط يعني انت كتكتب، ثم تركيب المعطيات لما توصل اليها في التحليل لابراز قيمه الروايه، اذا شنو هي القيمه ديال هذه الروايه دي؟ فهي قيمه نقديه كما كتعرفوا على ان المجاطي كان اول كاتب انتقد فيه يعني عفوا نجيب محفوظ السميح مشى لي البال على دائرة الشعر. إذا شنو هو قيمة اجتماعية يعني خلال يعني نجيب محفوظ يعني يبين لنا فيه الدور ديال المجتمع المصري والدور يعني ديال المجتمع العربي بصفة عامة والدور ديال المجتمع يعني المجتمع الفقير إن صح التعبير، ودور ديال طبعا يعني الدور ديال ديك الشخص اللي هو فقير يعني بعد ما خرج من السجن، ويعني هو شخص ضمن واحد المجموعه من الاشخاص في يعني العالم العربي وتحديدا في العالم الذي يعيش الفقره والتهميش فالى غير ذلك. اذا خوتي خواتاتي نعاود نذكر فقط يعني هذا التصحيح اللي انا درت هو تصحيح شفوي وتصحيح يعني عام ماشي تصحيح يعني مركز، فقط يعني حاولت انني اعطي النقاط الاساسيه والمهمه اللي يعني اللي انتم كتبتوا حولها هذا الانشاء ديالكم. فالى حدود الان كنضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله، ما تنساوش انكم تبركوا على زر سابوني ثم تفعلوا الجرس، وطبعا اللي عجبوا الفيديو انه يبارك على زر الاعجاب، راني كنشوف الناس اللي كتبارك على زر الاعجاب، ثم انا اذا كنتفاعل مع التعليق ديالكم، واضرب لكم موعدا الى الحلقه القادمه ان شاء الله. الى اللقاء.